لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه ايها الاخوه الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم وبلين كين إِسْلَامَ إسلاما ترى لما في مقالات نتي والأركو خينياف وربي في قلنها تلا لما ذاتي بك تنتي بك خيري بك بريد من ربي ان جالت خنتي والاركو لا في ربي في الحمد لله على كل حال الحمد لله اولا واخرا رب ما في قلنها موضوع خطبه الراء ما أبلى يوم ما تيني إسلاما تان الله يجوا أبلى يوم رب ربي نجدو تإسلاما تا إسلاما ما هم تك ربي جبيس على قان إيمانا في أبلى يوم ما تان هنجم تك وهم ربي مالجا إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة أبلي يما أبلي ينكي تإسلاماتني وان جَبْدُوا لرب إنما أداة حصر جان يعني أفان رباتتي ولك أبدي بين الأخوة ورابطة الإيمان رابطة إيماناتنا في أبلي يما ربي نجدو خايتنا ولك أبدي إنما المؤمنون إخوة نمني ربي التأمن إِي ربي التأمن إيمانك أبو إيمان أبليين يجول ما أنتم ثمرات ولها فوائد ثمرك أبدي تنافجت ربي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم نجى برباتي نتئ أمة توكو نتئ أمة ربي نقرتي نُؤُومَي وَنِنُؤُومَي في عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هكو نتاتة أخوة الإيمان لقد سمى الله تبارك وتعالى المؤمنين إخوة لما بينهم من رابطة العقيدة ورابطة الإيمان أقوى روابط ذكرها التاريخ زمن رسول صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة هجوجان بين المهاجرين والأنصار أكما إسنو نيتي بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف أكا أودة إيه سعد الدين خطوتي ما لك أخي يبكلمت أدان قولنا جناتك وفرد جئيني أكا سمتي والرخية والرلمان كباتن قرتاء الرقرتاء سجالت تن الرقرتاء تجالتو خيسا في لدو جين جتشول رابطة الإيمان زمن سنت رجتشو زمن رسول صلى الله عليه وسلم زمن سنت رجتشو زمن نقرتاء إيمان درجة قدقاء جتشول هقو قرتاء أبلي يمان إيمان خيسن جرة تاتة إيمان خن كامل أمتي يجودا إيمان نقص نقومتي إيمان أجرت قوتمي أمتي يجود هقول لكين إيمان خيني إيمان نقص أنت أبدا لا ينفك المؤمن عن مؤمن أبلي ستوك أبلي إسلاما أختوك هم ما فريه هو جرت إيران بكو يجود وننبر باتش رسول رسول صلى الله عليه وسلم ما إيه؟ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا حديث قفتي يؤرف لن نفجأ يا أبلا إياكم والظن ظني تنرى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظني يتشون وأنا مهم توتك أتي ملخيت قلبي خيسة أنا خيس خيس أكجرت إذن هم ظني تنرى فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الظن ذنينت أكذب الحديث أكذب الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خجبا يجو واني ذني جعان تفتنو خجبا يجو ربما يكون أبا ليس خيخة قرتي أتي وان برا اتسيتي خوني وان أتي جرتي يا ديخان خيس هنجرو يجو وان أتي قلبي خي خيس هنجرو اي وان برا خيس فلذلك رسول لي قرتي حديث خنا مالين ايه قالي فالظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا والجلن ديمنا اب ليس خي اي بي سان بربادين جچو اب ليس خي تكاو وبليتي اي بيهم بربادين لانه يعي بي اتي برباد وهم اركيتيتو تنافجچ اب ليين رغاسن تهونو سا وبلين إيمانا خلوغاس تون برباتشسا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان نخون قلبينا ما خان خيس ديميتي واسف دي يا عبالين كي يوغر إيمانا بربان يوغي يا آخرا أكربين غر تي شرفا في خير نوخن بربان والله قلبي تين يتنطاهر برباتشسي فإن الذن أكذب الحديث ولا تحاسدوا ورئي ورئي بيوت جِرُّخَنَا خيستي والنجر تي أرجم حس دماتا نمني حاسدة هجتك جرتي راحان أبو جان نمني حاسدة راحان ساهن جرت فإن الحاسدة دائما يتلكى نمني حاسدة خنجزه هن هنداه هجتك عذاب خيس فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واني اني تُنُؤَمَّرَ احاديثه الدو خيستي الرافقات لا جحستيتنا لا تحاسدوا ولا تباغضوا والهنجبنا ولتيس آرنا ولتيس دلننا أبليا لغاخ لغاس من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجو جو أتجرتة أبليس خيس خيخ حسد ده إيه مال جت شو ده حسد دينتون زوال نعمة الغير أبليس خيخ أنا نعم ما كن خنا ده يوم علق أخن مال ما نقول أك ال برباد ده شو يو يوم جرتين ما برا خنيف نعماتنا أك جرتة إسا الراديم تسي شو ده لكن غبطه وانجأني يجر غبتة شو سلا أك إسا سنهم انقبدو يچون اك ايساخنا سلا ربنا گوديه جتيو گرتي اتي گرتي قلبي تي خيسف ادسونهماتي ميتي غبط جامتي لكن وني همتون هستي ديتو والحسد بكوند تحسد متنا دابچو كن مفاتيحا للخير ولا تكن مفاتيحا للشر وبليس خي گيزونداو مفتاح خير يتهيف وبليس خي اكاتا اتخوجو أبليس سخي يغرتي ان اللين غرتي حالها ما قباتي سوتا غرتي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه قنا نبرباتش سو والله ينور ونور ما قنتي نور ما قني تكاو وني نور ايرودا وبلي يم ما دغاسن تحقيق غدو قفا متي نتي ارنتو اسلام جنة اسلام خنا غرتي مچو متي نمو قلبي ساخنة خنا طاهر قلبي تنا كين القلب هذا هو الذي يؤديك إما إلى جنة فنعم مثواها وإما إلى نار فنعوذ بالله من ذلك والله الدنيا اسم أجر خيسجرتن خيس جر تنبيه في بيوم في بكوندا خيستي أبليان كينيا ميك أنت ميك كتير جولا مئاتي وني أتي دليدو نفسيتي تأتي في مو مو متافدلي داتي، مو نما فدلي نفسي نفس نفسيتنا جرتى كيف تعقد تقي نفسك من عذاب جهنم؟ عذاب جهنم راك كم تين فجاء داوى أتياد دو تنا توبر بعد الدنيا تنا إلى قافم قرتي الدنيا تنا قلبي تنا خيسك كبان أوبليان قافم نتي قرتي أمة تكوتانا قافم نتي أمة قرتي والجالة أمتة تانا قافم أمتة والقبتة خلاتك القديم والله إننا لو تمسكنا بهذا الحبل والله إننا لننجو في الدنيا والآخرة الدنيا في آخر اللي نجبان واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبلين رغاس خجرتها حبل ربي خنجرتها هذا خنقبته إن شاء الله تعالى موجات أفجرت خنج اف خيسابه رب نوها لأنه حالا نتقرتي خيس جر خيستي والله إننا لنهلك إذا لم نتدارك أنفسنا يؤف أبو باني يو نتقرتي قلبي تين يتنقرتي رب التهيرو باني يا أبليان كي فلنعود فلنعد إلى الله فلنمسك يد بعضنا بعضا وبلين هركا هاتان يجود وبلين كي إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وبلين لغاس خقرتي ربي أمني وانقرتي الدنيا تنفراخاي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد الدنيا بين أيام أيام قرتيق قلائل تعيش في هذه الدنيا ثم تروح منها ماذا تقول وقو ربي خيتي وقلنا امتمال جتشوف تشوف وبلي

أتيغرتي الرجل تتني ستزول بعد أيام كم من أناس كانوا معنا نميك أنتم خنوج جرا شو ترى أرى الدنيا رهن جرا أبلو أبل دوء مجد شو كم من ناس نما ميك أنا أيام خنا جيسة باتي تنا جيسة نما أنتم يدو خاتي بيتو أكسمت أتيس الرادين تيجو تناف جدش يرو أنو تيقرتيك أم نتوني يرو غرتك بغمت تغرتك أسلا بيته دك إلك كس أنت كسين دبرتو يتجول إلا وتستغفر ربك إلا وتعود إلى الله توبة نسوحا خانا قولو أنو الرجل يتجو يا أبا ينكيه ولا تدابرو دويدا والإنقرسيسنا نما ميك أنتمي أرد دويدا والقرسيسنا دويدا دوا لي تنقلينا يتشو وبليس وانت قوتك كاف جتشا دوي غرسيسن ربي في جتشا أو في غريف. فمن عفا وأصلح فأجره على الله أجريني بربادة ربي بردتنا مقاريته بربادة والنسي بربادة جسو وبلا يسخي خقرته واسجد دوجيران خنا أو في رب ما في جتشا والله فمن عفا وأصلح فأجره على الله أجري رب مرة أركتي اللهم اجعلنا ممن يعفو عن إخوانه وكونوا عباد الله إخوانا ابليين قواسم تاج الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله إنهم دينوا قبره لكن نبر باده كقرتيه قبرمان تُنْ في قرتيه قبرمان أكجر حقيقة جاريسي تاتو كن عباد الله إخوانا أبلي ينجر ربي في جتة والجالة يا أبلي وكي. خو خوا أدان والنفوني أدان والنبابافني أمتتك خوا والجالة ربي إنها والله إننا لنحتاج إلى ذلك اليوم الرخ نبربا نبربا جسي جود خيسافو نتي ورغرتي افانتكو تقو جدوبة إننا لنحتاج إلى ذلك انظروا إلى إخواننا أبليين برالالي على اساس التجر لا بد أن نراجع أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ودو إسن, إسن حسابنا حسابنا آخراس ستن لفنا بل خلق الدنيا خنت أتئف حساب السر جريت نفسي تيتنا حاسب نفسك أولا نما برالالين مالف ما ابل أبلو كسته ما شيخني أبلو كسته هنجين ونسي برباتش سعاتي كمي هال كمي خرا بيتي تلي هاتا وان غاري غوتا لازم أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب غيرك كن صالحا كن قدوة حسنة للناس قدوة غارينا ماتي هال غاري فرد وبلين كي نسيحا قريف. وان إنسان الرابد غوتي أتي أكسيت خراغاري رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنو ام اتنو ام يوم نكون كذلك قيانو تكستانو والله اننا لنكون من الذين احبهم الله سبحانه وتعالى والرب إن جالت خيستانا يتو والرب جالت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث خان نموني بخيتش نمون من بين انجر لا يؤمن أحدكم نمني إيمان نساء كاملة انتو إلا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وانما نفسي تيتان أبليين خيسوني أبليين خيتين جالد. وان نفسي تيتين جالت يتشود من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني قرت جالته أك عذاب ربي ترافقات جنة ربي إسنك ربي إسنك نمني برباد فلتأتي منيته دوتي إست إست وهو يؤمن بالله إسا رب امنوا واليوم الآخر ما ما جيا سنتي أمر أصل التأمر منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر واليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كم أتجرت جاري في فات سنتي أبلي خيت أبلي سخيت نس جاري جالد ويجا أتجاري ونئ في فاته ألست أن تحب أن يحسن أن, أن يحسن الناس ذنك بك ويتأولوك هم فاتوا أتي كجرتين مني ذني ستل ذني أكن من ستة ستل يوفيت أتي سأقسمت يو ذني نمتل يجون أتي يوغرت تجاراتي خيستي تكاهو بزنس تكاهو غرت دلدل أتي غوتو خيستي خسارة هم فين أقسمت نمافيس خسارة هم فدين جتشود يوغرتي ربي رزقي نها بنو جتي اتي رزقي في فيت اب ليس خيتي سي رزقي سان جالد يوچو يوغرتي اتي حچو بريد دون فديت اب ليس خيتي سي قسمت حچو غاري جالد دون يچو اكسمت يوغرتي اتي مالين سينجا غرتي اي اي مالي اف ديمو دا في جرو غاري دا في غرتي حال غاري في فيت اكسمت اب ليس خيتي ني حال غاري دا في جرو غاري جالد ويحشو. انا بيچا انجي چون. سلام نجزي هم دا وندرا انا انا تن انا انا ميت دبين دبين أكمي ربي نرى جالا تا دب وننغو روحنا مربي نرى جالا تو تنجر تي نعم الا تحب ان يس يصبر الناس عليك فاصبر على اذى الناس وتلطف بهم نعم نجر تي اكسي سبر يوبر بات أكنا منسي يصبر يوبر بعد أتلين أكسمتنا ما صبر يونا منيش سيجنك يونا مني أذاسي قولي ربي فجتش إسخنا دبري في قرتي أذاتنا فجتش إفقك أبي دين جتش هن آرين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابين تقولوا في نا ما وسياتك كناهم جنان لا تغضب جين تراسدي لا تغضب وبلين كان في جيرو برباتش سيجتش اننا ان فعلنا ذلك زادت الموده بيننا وتعاضدنا حتى نسير كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى يوحنا غونيوبلينكي والله اننا لننجح في الدنيا ولننجح في اخرتنا الدنيا تنتيس نجاح اركن اخرتيس ربي برتي قرتي

ركّن جير هونداو تحليل اغوري وان قرتين من الرتي ها والله يونو تي الروي تاني ويا الراجر تي ادام دي من وحده امة واحده امة يحب بعضها بعضها تانو يا رب الينكية والروى الجالة والروى الجمس والرئف درى ديمو ان شاء الله تعالى خيري الدنيا اخر ربي اسني اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني الكرام، فلنكن كما قلنا أمة تحب بعضها بعضا، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله آه.